بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 76 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. وصلتنا رسالة من سائل للبرنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب التي تسبب الوساوس سواء في الصلاة أو في أمور العقيدة أو في أمور الحياة، وما هي الأسباب التي تتخذ في الابتعاد عنها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسباب التي تسبب الوساوس مختلفة، منها ما هو نتيجة مرض نفسي وهذا يعالج عند الأطباء النفسيين، ومنها ما هو نتيجة الغفلة عن ذكر الله وتسلط الشيطان على الإنسان لعدم ذكره لله عز وجل أو قلة ذكره لله عز وجل. فالغفلة عن ذكر الله هي التي تسبب تسلط الشيطان على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو باسل من جدة يقول: بأنني في سنوات مضت لم أصم رمضان لعدة أشهر لأنني كنت غارقا بالمعاصي والمخالفات، والآن والحمد لله اهتديت فبدأت أصوم، فأرجو إعطاء الجواب للتكفير عن تلك السنوات. إذا كنت في فترة تركك للصيام محافظا على الصلاة صليها، يجب عليك القضاء، إنه دين في ذمتك مع التكفير عن كل يوم إطعام مسكين. أما إذا كنت لا تصلي فأنت لست على الإسلام ولست على الدين، ولو صمت ما صح صيامك، ولكن التوبة بابها مفتوح، تتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وتبدأ من جديد، تبدأ دينك من جديد، تحافظ على الصلاة وعلى سائر أمور الدين. وأما في الحالة الأولى فيجب عليك القضاء لأنك مسلم وتركت الصيام، إلا إذا كثرت الأشهر وشق ذلك أو تعذر فيكفي التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول بأنها ذهبت إلى العمرة وهي حائض وأحرمت من مكة وأكملت عمرتها ورجعت إلى الرياض وهي حائض. نعم. ما لها عمرة، الإحرام لا بأس، تحرم يصح إحرامها، لكن تبقى في إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل ثم تؤدي العمرة. أما إن كانت أدت العمرة وهي حائض إن هذه العمرة غير صحيحة وهي باقية على إحرامها، فعليها أن تلتزم بالإحرام، تتجنب محظوراته، ترجع إلى مكة، تبادر بالرجوع إلى مكة لأنها محرمة، وتؤدي العمرة على الوجه المشروع. نعم. الأخت السائلة أيضا تسأل عن المطلقة طلقة واحدة، هل ما هي الحكم الشرعي في رجوعها وما هي شروط المطلقة طلقة واحدة؟ مطلقة طلقة واحدة إذا لم يكن الطلاق على عوض إنها مطلقة رجعية، أما إن كان الطلاق على عوض إنه طلاق بائن لا رجعة فيه. والمرأة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، لها ما للزوجات، لزوجها أن يراجعها في أثناء العدة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن ردهن في ذلك، أي في العدة، ردهن يعني بالرجع، إذا تمت العدة ولم يراجعها باهنت منه. نعم. تسأل أخيرا وتقول: ما حكم قراءتي للقرآن في رمضان وأنا حائض، وذلك لأختم مع أخواتي القرآن؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنها لا تقرأ القرآن وهي حائض إلا إذا احتاجت إلى هذا حاجة ضرورية، كأن تكون في امتحان يفوت عليها، أو هي حافظة للقرآن وتخشى أن تنساه، في هذه الحالة تقرأ القرآن محافظة على الحفظ أو لأجل عدم فوات الامتحان. نعم.
هذا أبو إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، تقدم لابنتي خاطب، وعندما سألت عنه قالوا بأنه متهاون في الصلاة، يصلي فترة ويتهاون فترة. مثل هؤلاء هل يزوجون فضيلة الشيخ؟ وأنا خائف على ابنتي. الذي لا يحافظ على الصلاة لا يجوز تزويجه، وهذا غش للأنثى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يرضى في دينه، فلا يزوج حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة للطفل المولود فضيلة الشيخ، ما السنة في عند ولادته أن يعمله الأبوان؟ نعم. يقول: الطفل المولود إذا جاء، ما السنة إذا ولد هذا المولود؟ السنة للمولود أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في تقام الصلاة في أذنه اليسرى، هذا سنة. كذلك تعق عنه العقيقة، تذبح عنه العقيقة في يوم سابعه أو ما بعده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة. وكذلك من حقوقه على والده اختيار الاسم الحسن له، فيسميه باسم حسن، هذه من حقوق الطفل على والده. وأما أنه تلزم نفقته هذا شيء معلوم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني المرضعات. نعم. أحسن الله إليك مبارك فيكم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: دائما أقف عند قراءتي للفاتحة بعد الإمام، ماذا يجاب على من يبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة؟ وأريد قولا مفصلا في ذلك، لأن هناك إشكال عند بعض الإخوان حول قراءة الفاتحة مأجورين. هذه مسألة فيها اختلاف بين العلماء، والراجح والله أعلم مذهب الإمام مالك وما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية، أنه في الصلاة السرية يقرأ المأموم في فاتحة، وفي الصلاة الجهرية ينصت لقراءة إمامه، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبهذا تجتمع الأدلة ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: إذا كنت في الطواف وقطعت الطواف أكثر من ساعة ثم أكملت ما بقي ولم أعد من جديد، ماذا علي؟ إذا كان قطعك للطواف لعذر وأنت باق على طهارتك ولم يمر وقت طويل ثم عاودت وأكملت الطواف فلا بأس بذلك، لأن هذا قطع لعذر ولم يطل الفصل. أما إذا كان قطعك له بغير عذر فإنه لا بد أن تستأنفه من جديد. نعم. يسأل فضيلة الشيخ أيضا من أسئلته ويقول: ما هي شروط إجابة الدعاء، وما فضل الدعاء، وما هي الأوقات التي يستجاب فيها؟ من شروط إجابة الدعاء الإخلاص لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين، ذلك بإخلاص التوحيد لله عز وجل وتصحيح العقيدة، وأيضا أكل الحلال شرط لإجابة الدعاء، كما في الحديث الصحيح: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. وكذلك حضور القلب عند الدعاء والإيقان بالإجابة، لا يدعو الله كما في الحديث: الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن، يكون قلبه حاضرا ويرجو الإجابة من الله سبحانه وتعالى، ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، بل يعزم المسألة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف جيم، يقول: ما حكم الذين يعتقدون بالأولياء والصالحين ويدعونهم من دون الله، هل تجوز الصلاة خلفهم؟ هؤلاء مشركون، الشرك الأكبر. الذي يدعو الصالحين ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم هذا مشرك، الشرك الأكبر. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى هذا شركا، نزه نفسه عنه. قال تعالى: والذين يدعون، وقال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سمى عملهم هذا كذبا وكفرا، مع أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا
يقربون إلى الله زلفى. الذي على هذه الطريقة يدعو الأولياء والصالحين ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم هذا مشرك الشرك الأكبر، وليس هو على الإسلام، ولا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو محمد يقول: بين الفينة والأخرى في آخر الأسبوع نخرج إلى البر أو النزهة، ولكننا نصلي دون أذان، هل الأذان واجب؟ الأذان مستحب لكم، مستحب لكم أن تؤذنوا، والأذان في البلد فرض كفاية في البلد، وأما على المسافر وهو سنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل الحيض بعد 50 يعتد به بالنسبة للمرأة؟ المفتى به هنا والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يكون بعد 50 حيض، وإنما هو دم فساد، فلا تترك الصلاة والصيام من أجله. نعم. لها سؤال آخر عن الصيام، تقول: متى تكون النية في الصيام الواجب؟ تكون النية قبل طلوع الفجر، حديث لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، يعني في الصيام الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يا فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للحج، هل هو على الفور أم على التراخي؟ وما حكم الشخص الذي يسوف في الحج؟ الحج على الفور، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فمن استطاع السبيل يجب عليه المبادرة بالحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج أمر الناس بالحج، ولكنه تأخر سنة لأجل أن يطهر البيت من العراة ومن المشركين، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فلما تطهر البيت منهم حج صلى الله عليه وسلم. تأخير الحج لعذر لا بأس به، أما لغير عذر وهو حج فريضة فلا بد من المبادرة به. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، هل القلوب تمرض؟ وما هو أسباب مرض القلوب؟ وما العلاج؟ قلوب تمرض كما في قوله تعالى: في قلوبهم مرض زادهم الله مرض، هو مرض الشك والنفاق والعياذ بالله. والعلاج أن يخلص الإيمان لله عز وجل، وأن يستعيذ بالله من النفاق، يستعيذ بالله من النفاق ويخاف منه ويحذر منه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو حامد يقول: ما الأحكام المتعلقة على المسح على الخفين وخصوصا في أيام الشتاء؟ الأحكام المتعلقة بالخفين أن تتكامل الشروط التي يصح معها المسح. أولا أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، بعدما يغسل رجليه يلبس الخفين، قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والشرط الثاني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض، لا يظهر شيء من الكعبين وما تحتهما. والشرط الثالث أن يكون ثابتين على الرجلين، يمكن المشي فيهما. والشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة للمسح، وهي أن يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. والشرط الخامس أن يكون الخفان طاهرين، يعني من مادة طاهرة أو من جلود طاهر، فإن كانت الخفان من شيء نجس فإنه لا يجوز المسح عليهما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج عبد الله يقول: أسأل يا شيخ عن حكم المعاملات المصرفية التي يتم فيها إرسال مبلغ وتسليم المبلغ في بلد آخر بالريال السعودي أو عملة خارجية وتسليم المبلغ في ذلك البلد، ما حكمه؟ مأجورين؟ المصارفة، المصارفة يشترط فيها التقابض في المجلس، تسلم الريالات تأخذ بدلها العملة الأخرى في المجلس، هذا هو الشرط. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإن تأخر القبض عن المجلس فهو ربا النسيئة المحرم. والمخرج من ذلك أنه يشتري العملة التي يريد تصرف له في البلد الآخر، يشتريها من البلد الذي هو فيه ويرسلها إلى من يريد في بلده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم نقل القبر من الطريق العام إلى جوار المقبرة، حيث دفن هذا قبل بناء هذه المقبرة في زمن طويل وسنوات ماضية؟ نقل القبور يحتاج إلى مراجعة للمحاكم الشرعية أو لدار الإفتاء ينظروا في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: ما هي الصلوات أو النوافل التي تصلى قبل الظهر وبعدها؟ بعض الناس يصلي
أربعا وبعد الظهر يصلي أربعا، هل هذا وارد؟ هذا هو الأكمل، نعم وارد في الصحيح، وهذا أكمل، ومن فعل ذلك بنى الله له بيتا في الجنة كما في الحديث، وإلا على الأقل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذا أقل شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، أنا أعاني من السب واللعن وأتفه الأشياء تخرجني عن طوري وأتلفظ بألفاظ خارجة عن إرادتي، هل أحاسب على ذلك؟ نعم، أحاسب على ذلك، عليك التوبة، والعلاج أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذهب عنك ما تجد. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد غضب واشتد به الغضب: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل أخبروه، فأذهب الله عنه، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أذهب الله عنه الغضب. نعم. يقول الشيخ الأخ: هل الجمعية التي يعملها اليوم الموظف التي تقوم من بعض الموظفين ونحوهم كالمعلمين يكون فيها زكاة، وبخاصة آخر شخص يأخذ الجمعية؟ أنا لا أرى جواز هذه الجمعية، لأنها قرض مشروط في قرض، وهو بمعنى البيعتين في البيعة المنهي عنه. نعم. يقول: دخل مع الإمام في الركعة الأولى، يقول لما كبر قال: سمع الله لمن حمده، لم يدرك الركعة، فماذا يلزمه؟ نعم. يقول: دخل مع الإمام في الركعة الأولى، لما يقول دخلت كبر قال: سمع الله لمن حمده، بما تدرك الركعة؟ فاتت، إذا رفع الإمام رأسه قبل أن تركع معه فإنها تفوتك الركعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: الإيجار المنتهي بالتمليك، ماذا يلزمني؟ هل أقوم بإرجاع السيارة التي استلفتها أو أخذتها بالتمليك؟ نعم، تتفاهم مع صاحبك وتقول له إن هذا عمل لا يجوز، وتخبره بما صدر من الفتاوى في تحريم ذلك، وتحلاني هذا العقد، ويرجع هو بسيارته وأن ترجع بدراهم. أحسن الله إليكم. تسأل الأخت مرام عن كيفية الاستخارة للمرأة الحائض، تقول: وذلك للضرورة. المرأة الحائض لا تصلي، ولكن تدعو الله بدون صلاة، تدعو الله بدعاء الاستخارة بدون صلاة. نعم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ، يقول: أحسن كتب الفقه التي أقرأ فيها للتزود من العلم الشرعي ما هي؟ القراءة في الكتب لا تكفي للتعلم، لا بد من أخذ العلم عن العلماء، تقرأ عليهم هذه الكتب ويوضحونها للطلاب. أما العكوف على الكتب أو حفظها فهذا ليس هو طريق التعلم والتحصيل. على هؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر الذي لا تقل خطورته عن الجهل، لأنه جهل ليس علما، يفهم فهما خاطئا. وكذلك لو قرأ على إنسان ليس عنده تحصيل وليس عنده تأصيل، إنه يزيده ضلالا أو بعدا عن العلم. نعم. فضيلة الشيخ تقول: الآن الحمد لله المدارس مفتوحة، والكليات والمعاهد والمساجد مفتوحة للتعليم. نعم. يقول: ما رأيكم في كتاب قصص الأنبياء وقراءته على الجماعة بعد العصر أو قبل العشاء؟ لابد أن نعرف من هو المؤلف، هل هو ثقة وينقل من مصادر موثوقة؟ لا بأس بقراءته على الجماعة. أما إذا كان المؤلف ليس على مستوى العلم أو سيء العقيدة أو ينقل قصصا غير صحيحة، هذا لا يقبل، لابد يفحص الكتاب عند بعض العلماء ويرى رأيه فيه. نعم. ما حكم يقول أخذ العمولة في البيت والشراء؟ كيف العمولة؟ يقول يؤخذ مبلغ من المال بعد أن يكون وسيطا بينهم، يعني سمسار. نعم يا شيخ. لا بأس أن السمسار يأخذ أجرته، هذا ساعي وسمسار بين الطرفين يأخذ أجرته. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت الذي سجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.